يا مساء الورد والجمال على كل مشاهدين قناة اي تي سي وبرنامج انتي. مساء الجمال والسعادة عليك يا مي. مساء النور والفل عليك يا نور، ومساء الجمال والسعادة والهنا على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. نور جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا ابني. جاهزة جدا. وأول حاجة معانا حاجة لذيذة جدا عن الفنانة نادية الجندي. الفنانة نادية الجندي نشرت صورة ليها وهي في صالة الجيم، والحقيقة الصور دي قلبت السوشيال ميديا حرفيا يا مي. وظهر طبعا في الصور رشاقتها وروحها الشبابية، وكتبت على صفحتها وهي بتعلق على الصور دي: يا مساء الجمال والسعادة والرياضة وأجمل اللحظات الحلوة مع صديقاتي. بعد ما نشرت الصور دي بدأ المتابعين يشيدوا بجمالها ورشاقتها، وكتبوا لها تعليقات جميلة جدا، وكانوا بيدعوا لها بالمزيد من الصحة والجمال. مش بس كمان المتابعين، ده كمان زمايلها الفنانين والممثلين علقوا على صورها، وكان منهم زينة وعمر السعيد ودرة وغيرهم كتير من محبين الفنانة الجميلة الكبيرة نادية الجندي، واللي دايما بتبهرنا بشياكتها بصراحة وأناقتها وحفاظها على جمالها مهما تعدي السنين. وبصراحة هي مش أول مرة تتصدر الترند بصورها، وتعقدنا والله، احنا بنتعقد من جمالها ومن رشاقتها ومن حلاوتها. شايفه ما شاء الله ما شاء الله. ومن هنا بقى نيجي نقول لكل ست نصيحه كده: اوعي تخافي من كلام الناس، ولا تقولي الناس هتقول ايه عليا، ولا الكلام ده خالص. لو عايزه تعملي حاجه اعمليها، ايه المشكله طالما حاجه صح ومش غلط؟ المهم ان انت تكوني سعيده ومرتاحه نفسيا وتحبي نفسك والحياه لاخر لحظه في عمرك. خليكي دايما واثقه من نفسك، اعملي اللي بتحبيه مهما كان سنك، ما تسمحيش لاي حد يضايقك. خليكي قويه وشجاعه، حبي نفسك اكتر من اي حاجه. السن فعلا يا جماعه مجرد رقم، المهم انت احساسك بسنك ايه. يعني انا حاسه ان انا عندي 12 سنه. انا ما بكبرش عن 8. هتصغري هصغر. معروفة. لا والله فعلا، من الروح من جوه، لما الواحد بيبقى حاسس ان روحه وروح الطفل، ويفضل قافش كده وماسك في روح الطفل اللي جواه، ما يسيبهاش وما يسمح لهاش انها تكبر او تنطفي، بتفيده في اوقات كتير، وخصوصا الاوقات اللي بتكون صعبة، وكمان الاوقات اللي الواحد فيها بيخرج وبيفك وبيحس بقى بان هو يطلع الطفل اللي جواه، يتفسح، يعمل حاجة لطيفة، يروح ملاهي. دي الاوقات اللي الواحد بيحتاج فيها روح الطفل. من الحاجات اللي ضايقتني جدا بصراحة يا مي في موضوع الفنانة جميلة نادية الجندي، واللي للأسف بتحصل لها دايما، كل ما تنزل صور أو كل ما يكون ليها فوتو سيشن جديدة أو أي حاجة، يجي بقى بعض المتابعين يبدأوا إن هم يهاجموها، يبدأوا يتكلموا على فكرة برضو السن والشكل والكلام ده. الست زي القمر، وروحها حلوة، وروحها شباب، وروحها طفولية كمان أكتر من كده بكتير. هي بتاخد منكم حاجة؟ هي بتضايقكم أنتوا في حاجة؟ هل مثلا وهي نازلة رايحة الجيم بتقول لحد فيكم عدي عليا وديني؟ ما تسيبوها تتبسط، وسيبوها يعني اللي عنده كلمة حلوة يقولها. نفسي أعرف اللي بيبقى عنده كلمة وحشة ده بيعطل نفسه وبيقف أو بيقف عندها ويقف يكتب ليه؟ يعني بيضيع من عمره دقيقة أو دقيقة ونص يكتب فيها حاجة مش لطيفة ليه؟ مقهورين. مجهورين فعلا. مجهورين من الملكة. علشان في ناس كتير قوي ما بيبقاش عندها فرصة ان هي تعمل ده، فبتطلع يعني غلها في انه لا احنا ننتقد. يا ستي ما بدل ما ينتقد ما ينزل يعمل رياضه زيها، او تنزل تعمل رياضه زيها. مش فاهمه، تضيعوش وقتكم في الحاجات السلبيه نفسيات. دي نفسيات وحشه قوي، نفسيات سيئه جدا جدا للاسف. احنا عايزين يعني نتمنى لها دايما الصحه، السعاده، الجمال الدايم، والروح الجميله دايما، اللي دايما الحمد لله بتمتعنا كده بيها، وصورها اللي دايما بتدينا احنا كمان طاقه وامل في الحياه، ومثل اعلى ان احنا كمان لما نكبر. انا برده مش بكبرها على فكره، يعني الفنانه كبيره، فلما نبقى كده احنا كمان نبقى حلوين وفرافيش ولزاز ومحافظين على نفسنا وكده. طب مش لما نعمل كده دلوقتي؟ بنحاول اهو، بنحاول. تيجي نروح الجيم بكره؟ ماشيين بعلاج بكره. تعالي نروح الجيم بكره.